معانا يا استاذ محيي. نعم يا راجل يا محترف. نعم يا اللي عارف من ايام المعهد ان مفيش حاجه اسمها في التمثيل اسلحه حقيقيه ولا بنادق ولا مسدسات ولا اسلحه بيضة. تصر في الفيلم بتاع ظهور بريه وانت مع حسين فهمي مطوه بجد وجد. لا 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 ما عملش كده. يعرفها الاستاذ محيي. لا لا عملت. عملت؟ عملت؟ عملت وكانت جريمة وخطيئة وعاقبوني وحرم ووقفوني سنتين كده ووصلت يعني حاجة صعبة. ليه بقى؟ معقول؟ أنا في فرصة مطروح ومعانا يوسف فرانسيس المخرج. أيوه. رمسيس مرزوق المصور. ونادية لطفي طالعة أنا واخد هيروين وبحاول يعني أعتدي عليه. فكان مديني سكينة صناعية وأنا بتخانق. فأنا جبت من مصر سكينة قرن غزال قبل التصوير بدقيقة رميت دي وطلعت قرن الغزال. وبعدين اللقطة كلها على شفايف نادية لطفي بالسكينة وكده وكده لو اتهزت أي حاجة هتعور. وبعدين خناقة مع حسين فهم وفاتت على الجميع. ليه؟ المخرج قال ما معناش إلا البوبينة دي ومش هنعيد. قلت فرصة طلع السكينة الحقيقية وعرفهم بقى انك ما تقلش عن دي عن روبرت دينيرو. وريهم التمثيل اللي فيه تقمص واندماج. كان فيه تقمص رهيب واندماج وخفت على حسين وعلى ناديه. المهم وفاتت. بس حرمت بعد كده اعمل حاجه زي ما يصحش.